انا عايز اعرف انا فين هنا اهو. ايه اعرف احنا فين؟ ها احنا فين هنا اهو؟ في ايه؟ احنا في الساحل الشمالي. وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو. ايوه الساحل الشمالي بتاعت مرايا مارينا. ايه مارينا؟ مارينا بتاعت الأغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس؟ ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايو ولا عوامه ولا اي حاجه. مايو ايه وعوامه ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى. قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره. اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه اركز بيهم البيت. هرجعهم لك هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ اه هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب اروح عشان اروح اغير هدومي. لا يا شيخ انا زهقت من التكتيفه دي. مش قادره افضل قاعده كده. انا هفضل تحت رحمه الوالد المعفن ده. يا شيخه حرام عليك كده. شكله غلبان قوي. وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان ده شكله لئيم جدا. مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له. احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق. انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني انا نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده؟ الحق الحق. بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي. مش هنتاخر. طيب يلا. ألاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة أحطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ طيب. يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديلي الاريا. ميرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانه يكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيش لازم.